بنشتغل الحين على الدفاعات الأساسية في التيكواندو. فولي الأمر بيهجم واللاعب بيدافع. بنبدأ أول شيء دفاع فوق، فالولي أمر يقعد مع اللاعب تشم سيكي تشمبي. اللاعبين احنا نسميها قعدة الحصان، فبيقعدون ريلهم مجفوسة، ولي أمر بيقعد نفس الشيء عشان يوصل تقريبا نفس الارتفاع. الولي أمر يروح بانش على الراس، اللاعب يدافع دفاع فوق، مرة يسار مرة يمين. حركة ثانية الحين بنسويها بتكون دفاع وسط أو مومتونج ماكي، فنفس الشيء اللاعب يقعد قاعدة الحصان، وللأمر الحين البانش ماله بيكون مستوى المعدة أو مستوى الصدر. اللاعب بيستخدم يده من وراء بيجيبها قدام للدفاع. 1 2 3 4 5. طبعا أولياء الأمور راحت على يديكم الحين هنا. اوكي يلا ليتس جو. الحركة الثالثة اللي بنسويها الحين هي أريماكي دفاع تحت. فالفكرة ان اللاعب بيكون نفس الوقفة قاعدة الحصان تشمسكي تشمبي، اليد بتكون فوق استعدادا للدفاع، فاذا البانش جاي تحت اللاعب يدافع، بعدين بانش يد ثانية دفاع. اوكي بنبدأ الحين الضربات الأساسية على التارجت. بس قبل هاي الموضوع، انتم شفتوا في الفيديو السابق ان احنا كنا نسوي الأساسيات، كل حركة كنا نسويها خمس مرات يمين خمس مرات يسار. اللاعب المفروض يواصل هالموضوع قبل لا يبدأ في التارجت كيكين. التمرين الحين بيكون ضربة تولتشيكي على الراس، في نفس الوقت احنا كأولياء الأمور بنسوي سكوات مع اللاعبين. فالفكرة بتكون كالتالي، انا بنزل سكوات اروح فوق ويود بشوتون من اول تحت فوق هلا مجر. اللاعب الحين بيسوي نير شقي بالريلي اللي قدام. نفس الشيء احنا بننزل سكوات اول شيء، فانزل سكوات ارفع فوق نير شقي. الحركة الحين بتكون هوتشوك. قبل الهوتشوك احنا نسوي سكوات اجين، فننزل 1 فوق هوتشوك. التمرين الحين بيكون رياكشن ضربة في الراس نفس ما سوينا من شوي. وللأمر بدل ما ينزل سكوات بروح على أمشاطة. الضربة اللي في الراس بتكون رياكشن، فأنا أخلي التارجت اللاعب. التمرين الحين بيكون نيرو تشيكي، بيكون رياكشن، لما أنا أخلي التارجت اللاعب بيروح. في نفس الوقت احنا نتدرب على الامشاط حق تمرين البطة. التمرين الحين بيحتاج توافق بين ولي الامر واللاعب، فاحنا بنتفق على اشاره نقولها اللي قلناها، اللاعب بينط وبيصك ريده، في نفس الوقت انا بفتح ريدي. تحتاج تركيز. جاهزين؟ جو 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 جو, جو.